حاله الترصد لسه على نفس المستوى اللي كانت موجوده عليه من 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 5 و6 و7 سنين ولا خفت؟ هل حاله تابلويد وصحافه صفراء ولا بشكل مباشر مرتبطه برؤيه سياسيه لحد مساند للاخوان لجورنان على علاقه وثيقه لموقع معبر عن تفكيرهم؟ وانت دايما هنا على المستوى الشخصي انت دايما بترصد ده كباحث. شوف الحالتين موجودين، لكن انا تاني بقول انه ربما الحاله الاعم، وده اللي احنا بنتكلم فيه مع زملائنا المراسلين الاجانب في مصر في كل لقاءاتنا العلنيه وغير العلنيه، الارجح ان هناك بعض الاخطاء المهنيه ينتج عنها اداء او نتائج في النشر لا تطابق الحقيقه. الجزء اقل اللي هو فيه حاله الترصد، وده اقل ومعظمه موجود خارج مصر، يعني لهم ممثلين في مصر لكن ادائهم المهني مش بدرجه الترصد اللي موجوده في مقرهم الرئيسيه في بعض العواصم العالميه. الاخطاء المهنيه وهو ده اللي احنا بنركز عليه مع زملائنا المراسلين الاجانب، انا بقول هنا على الملأ، عمرنا ما تعاملنا مع زميل مراسل اجنبي بمنطق انت معنا او ضدنا، عمرنا ما ناقشنا حد كتابه او شفاهه في اراءه السياسيه، انت ضد هذا البلد او ضد هذا النظام او ضد ابدا ولا معاه، احنا بنقول له استوفي معاييرك المهنيه ثم انشر ما تريد. معاييرك المهنيه ببساطه عشان الجمهور المشاهد الكريم يعني ما ندخلش عليه، ببساطه لما بتيجي تعمل موضوع بتتكلم فيه عن الاقتصاد او عن الديمقراطيه او عن، طبعا من الاول انت اخترت موضوعات تابلويد، يعني معظمهم بيختار ده. طب اخترت الموضوع ده، اولا يبقى فيه توازن، بمعنى انه انت بتجيب وجهه نظر تاتي بوجهه النظر الاخرى. اثنين، يبقى فيه تدقيق في المعلومات، انه المعلومات المنشوره محدثه لاخر لحظه. ثلاثه، انه لا تاتي، وده ملاحظ على بعض المنشور، انه ياتي بشخص واحد يا استاذ شريف وهذا الشخص نرصده في 10 موضوعات نفس الشخص في كل موضوع بصفه، مره خبير في مجال، مره ناشط في مجال اخر، مره محلل في مجال ثالث، وبالتالي هذا بيؤشر لوجود تصور عند اللي بيكتب التقرير او بيكتب المقاله نيه مقصوده التحليل، انه عايز نيه مقصوده، وبالتالي بقول لهم مهنيا هذا يعني غير مقبول حتى في صحفكم، دي صحف كبرى، وبالتالي حتى لما برد على حد بنلجا اولا للاكواد اللي موجوده داخل صحيفته قبل ما نقول له حاجه من طرفنا، صحيفتك بتقول كذا، وبنبعت لرئيس تحرير وبنقول له الزميل الفلاني اخطا في الموضوع الفلاني وبطريقتكم مش بطريقتنا. عمرنا ولا يوجد ورقه واحده خرجت من هيئه العمل الاستعلامات تتعلق بحريه الراي والتعبير، وحريه الراي والتعبير مكفوله لكل المراسلين في مصر. ولو تسمح لي يعني اقول لك بعض المعلومات الرقميه عشان ده يبقى واضح للكافه، يعني اتفضل. احنا عندنا الان في مصر معتمد من هيئه العمل الاستعلامات قرابه 1000 مراسل صحفي ما بين مصري واجنبي، لكن مراسلين لوسائل اعلام اجنبيه تقارب 300 وسيله بالاضافه لقرابه 300 شخص بيعملوا في هذه المكاتب. طوال السنوات الماضيه منذ وجودي في الهيئه وقبلها اكيد لم يحدث ان رفض احد. هديك معلومه هتستغرب لها، البي بي سي، هل هناك شك بان هناك كانت مشاكل كثيره بين البي بي سي ومصر؟ لا، كانت واضحه وعلنيه، لا يوجد شك في هذا وعلني. البي بي سي اعتمد لها مؤخرا في الهيئه العامه للاستعلامات قرابه 40 شخص جدد، الكلام ده من اسبوع. لم يحل خلافنا مع البي بي سي المهني دون ان نعطي الحق والحريه لوسائل الاعلام الاجنبيه لممارسه عملها، ولم يمنع ان هم كانوا موجودين في مؤتمر حضر رئيس الجمهوريه، وسالت السيده الزميله طبعا مديره المكتب، سالت رئيس الجمهوريه او وجهت سؤال لرئيس الجمهوريه من عامين. وايضا لم يحدث، وانا هنا فرصه ويمكن انت عايز تسال في ده، هل طردنا مراسلين اجانب من مصر؟ هل منعنا المراسلين الاجانب من التحرك في اي مكان في مصر الا بتطبيق القاعده العامه الموجوده في كل الدول تتعلق بالتحرك او بالمواعيد او بالتصوير؟ انا بقول لك لم يحدث لدينا. طب على المستوى العام اتفضل، حضرتك تقول انه احنا في الشهور الاولى بعد 30 يونيو وربما ويمكن كمان بعد كده بسنه ولا بسنتين كان الكلام دايما عن مصير البلد، يعني كان التشكيك في مصير مصر في بالضبط
وهنا بتكلم على المجتمع المصري والدولة بمفهومها العام، حكومة وحاكم وناس وشعب وبشر يعني. كانت التشكيك أو التشاؤم في مصير البلد دي كلها، ده كان أول سنة مثلا. النهاردة بيتم التعامل إزاي مع أنه الأرقام الاقتصادية مثلا اللي كنت حضرتك بتشير ليه؟ شوف بالضبط حضرتك بتقول كلام دقيق للغاية. مصير مصر كان في الإعلام وفي مراكز الأبحاث، وأنا أتيت يعني من مركز أبحاث قضيت في عمري مركز الأهرام الدراسات، وبالتالي مهتم أيضا بمراكز البحوث والتفكير، كان التشاؤم هو المسيطر على الجميع. أن هذا البلد بعد خاصة الاضطرابات والاعتصامات اللي قام بها الإخوان في خلال هذه الفترة، أعمال العنف الشديدة جدا اللي شهدتها البلاد وأعمال القتل والاغتيالات واللي يعني طالت ناس كتير وطالت قطاعات كثيرة من المجتمع، كان التشاؤم هو سيد الموقف. لم يكن هناك تساؤل أبدا سواء في السياسة الخارجية أو الداخلية. يا أستاذ شريف لا تنسى أن مصر التي أصبحت رئيسة الاتحاد الإفريقي في لحظة 30 يونيو وبعدها كانت معلقة عضويتها في الاتحاد الإفريقي، أن مصر التي كانت أو أصبحت بعد ذلك رئيس عضوا في مجلس الأمن عضو غير دائم في مجلس الأمن، كانت تدان من على منابر الأمم المتحدة. وبالتالي بالإضافة طبعا للتغيرات الداخلية، أنا عايز أقول لك ملف واحد يا أستاذ شريف وده يديك مشهد. 30 يونيو العظيمة ثورة هذا الشعب، شهدنا بعدها هذا الاجتياح الهمجي لكنائس أشقائنا المسيحيين في مصر، شهدنا عشرات من الكنائس تحرق، وشهدنا بعدها تفجيرات وصلت إلى المقر البابوي في مصر. تعالى النهاردة ودي كانت سابقة يعني دي ما كانتش حصلت قبل كده، لم تحدث أبدا، وكان قبلها عشرات السنين. وعشان نعترف من في داخل المجتمع المصري هناك ما نسميه بالفتنة الطائفية. أنا أريد أن تتأمل معي أنت شخصيا سواء داخل مصر أو في الإعلام الأجنبي، متى سمعت في آخر عامين أو ثلاثة عن هذه الفتنة الطائفية إلا حادثة هنا أو حادثة هناك في محافظات قليلة في مصر؟ هذا مشهد واضح في الواقع نعيشه. شفنا إصدار قانون الكنائس، بناء الكنائس، شفنا ترميم الكنائس، شفنا أهم من دوده الحالة المجتمعية اللي عكسها مستوى الدولة الأعلى رئيس الجمهورية في تقليد جديد حطه فيما يخص زياراته للكنيسة المصرية. وبالتالي ده ملف لا نستطيع أن نستهين به، ده ملف كان في أثناء حكم الإخوان وبعض إسقاطهم يهدد بتفجير مصر مجتمعياً.